بعد قرار وزير الداخلية القاضي بضم مراكز الشرطة بجبل نفوسة من كابا وحتى الرجبان تحت مسمى مديرية أمن جادو، وبعد تحرير مدن باطن الجبل من قبل الجيش، ها هي المديرية تباشر مهامها في فرض الأمن بالمنطقة، بدءاً بتفعيل المراكز والبوابات وتسيير الدوريات الليلية. منطقة الجوش ومنطقة الحرابة ومدينة المنطقة طبعاً استلمتها بعد القرار السيد الوزير، وطبعاً كانت غير مفعلة بصفة تبعات الحكومة المؤقتة، لكن الحمد لله بفضل الله تم انضمت إلى مديرية أمن جادو وبدينا نشتغل بالبوابات والمراكز. البلديات بدورها رحبت بهذا القرار معتبرة إياه خطوة مهمة في فرض الأمن بالمنطقة، حيث سلمت كافة المقرات التابعة للأجهزة الأمنية بالمناطق إلى مديرية أمن جادو. السيد مدير الأمن قام بكل واجباته المنوط بها باستلام المقرات ومحاولة لإرجاع وفرض الأمن في هذه البلدية، بلدية الحرابة. فرض الأمن وتوفير البيئة الآمنة للمواطن البسيط يعتبر التحدي الأكبر الذي سيواجه وزارة الداخلية في قادم الأيام، مما يتطلب منها العمل بشكل مستمر وجاد، خاصة فيما يتعلق بدعم مديريات الأمن.